السلام عليكم. التسجيل لتجربة المختبر المنطقة الرقمية الأولى Experiment 1 لشعب الدكتور وليد، الله يعطيكم العافية جميعا. الهدف من هذه التجربة أنه نعطيك توتوريال على الكوارتس 2 ويب إديشن 8.1. راح نورجيك كيف بتعمل كرييت لبروجكت، كيف نعمل ديزاين انتري نوصف سيركت معينة باستخدام طريقة السكيماتيك اللي هي انه نعمل رسم للسيركت باستخدام الجيتس اللي موجودة في الكوارتس ونوصل بتوين الجيتس، بعدين نحدد مين هم الانبوت والاوتبوت للسيركت assign input and outputs عشان ونوصلهم مع البنز الخاصة فيهم على الـ FPGA. طبعا راح نورجيكم two types of simulation، كيف تقدر تعمل simulation للسيركت تبعتك، وبرضو راح اورجيكم كيف تعملوا programming and configuration للـ FPGA. فالخطوات اللي راح امشي عليها انا راح اكون بورجيكم اياها على الكوارتس، ولكن الخطوات معظمها مذكور في الاكسبيرمنت 1. يعني انت بعد ما تحضر الفيديو اذا في خطوة معينة نسيتها او موضوع معين ما كنتش متأكد منه تقدر ترجع هون على البي دي اف فايل اللي اسمه experiment1.pdf، هذا الفايل وتقرأ عن الخطوات كيف ممكن تستخدم الكوارتس. تمام، فهلا راح انا اعمل مينيمايز لهذا البي دي اف وممكن ارجع له اذا احتجت. ومفروض انت نزلت عندك الكوارتس 2 ويب اديشن، وبالتالي اول ما تفتح الكوارتس 2 يطلع لك هاي الفيديو، ممكن تطلع لك هاي الورنينج مسج، مش مشكله بس تعمل عليها اوكي. هلا اول شيء قبل ما افوت في التفاصيل بالنسبه للكوارتس، في عندك هون طبعا هيلب بامكانك تفوت عليه صراحه، واذا احتجت شيء حبيت تدور عن شيء خاص بالكوارتس ممكن تدور عليه هون. ممكن تعمل سيرش من خلال كيورد، ممكن تشوف اصلا شو هم الكونتنتس تبعون هاي الهيلب، تدور عليه على تدور على الشيء اللي انت بدك اياه وهكذا، او من خلال السيرش في حال احتجت. فلتجربتنا الاولى انا بهمني في البدايه انك انت تعرف اول شيء تعمل البروجكت. كل تجربه او كل سؤال في امتحان الميد تيرم او للبروجكت تبعك تحتاج انت تعمل بروجكت انفايرمنت على الكوارتس. من وين بنبدا بعملية الكرييشن تبعت البروجكت؟ بنكبس على الفايل تاب في البداية، خليني أشوف أوكي. بنكبس على الفايل تاب في البداية وبنختار New Project Wizard، هذا عشان يساعدك في عملية البروجكت كرييشن. هذا الوزارد فأنت بتختاره، وهذا البروجكت وزارد فيه خمس صفحات أو خمس خطوات أنت لازم تختارهم. الخطوة الأولى أو الصفحة الأولى اللي موجودة قدامك الويندو اللي هون، أول سؤال بسألك وين بدك تخزن المشروع. هلا إحنا عادة لما نكون في اللاب بنطلب من الطلاب دائما يخزنوا المشروع على درايف دي في الماي كمبيوتر، بيكون في دائما فولدر إحنا معطينهم إياه مجهزينه باسم التجربة، مثلا experiment 1 experiment 2 midterm أو quiz وهكذا، بيكون اسم الفولدر نفس اسم التجربة أو نفس اسم الامتحان. هلا عشان انت راح تشتغل التجارب كلها في البيت، فانت بصراحه لك الحريه انك وين تخزن المشروع، ولكن انا بنصحك قبل ما تبدا اي تجربه تعمل زي ما انا مسوي. انا عامل هلا بورجيك هون على الديسكتوب، عامل فولدر اسمه اكسبيرمنت 1 وراح اخزن فيه البروجكت تبع اكسبيرمنت 1. وقت اكسبيرمنت 2 اعمل فولدر سميه اكسبيرمنت 2 وهكذا. ف بدي اختار مكان المشروع، ما تستخدم الديفولت، اعمل براوز، اكبس هذا البوتون اللي عليه الثلاث نقط اكبس عشان تعمل براوز. ومثلا على الديسكتوب انا زي ما حكيت لكم عامل فولدر اسمه اكسبيرمنت 1، هيو راح اختاره اكسبيرمنت 1. بعد ما اكون جوا اكسبيرمنت 1 واتاكد انه الباث تبعي صحيح بقدر هسه اعمل اوبن زي هيك، بطلع عندي الباث، بتاكد من الباث انه اليوزرز فلافي Desktop Experiment 1. تمام، هذا الباث تبعي اللي موجود عندي هون. طيب هلا السؤال الثاني هون انك ايش اسم المشروع، ايش بدك تسمي المشروع. والسؤال الثالث هو ايش اسم التوب ليفل ديزاين عندك في المشروع.
ممكن احنا المشروع تبعنا يتكون من اكثر من سيركت يعني، وهدول السيركت بدي اوصلهم مع بعض في النهايه، او اكثر من موديول لما نحكي عن الفيرلوج، هدول اكثر من موديول بدي اوصلهم مع بعض في النهايه. لازم يكون في عندك شيء بنسميه توب ليفل ديزاين او توب ليفل موديول، اللي هو الديزاين اللي بده يشمل كل الاجزاء الصغيره جواته. فهون هو عم بيسألك شو بدك تسمي المشروع، وشو بدك تسمي هذا التوب ليفل ديزاين اللي بيشمل كل شيء جواته. للتبسيط ده اختار اسم المشروع واسم التوب ليفل ديزاين زي بعضهم، ولو قدام شوي رح نحكي عن بالتجارب القادمة رح نحكي شوي عن هاي النقطة أكثر. هلا أنا اليوم في الإكسرسايز اللي رح أورجيكم التوتوريال عليه بدي أبني سيركت بسيطة، هي عبارة عن إكس أور جيت. فبدي أسمي البروجكت نيم تبعي، بدي أسميه هيك. طبعا انت بتقدر تختار كابيتال او سمول، بس انا هيك بحب مثلا كل كلمه احط الكابيتال لتر، اول شيء فيها كابيتال لتر، فمثلا اكس اور جيت. يفضل ما يكون الاسم تبعك اسم جيت، من اسم جيت يعني اسم جيت من اسماء الجيت تبعون اللوجيك بدون لا رقم ولا جيت. يعني مثلا ما تسمي البروجكت تبعك بس هيك اكس اور او اند او اور، هذا مرات التول بتعمل عليه ايرور وبتصير تطلع لك ايرور وانت مش عارف شو السبب. فدائما مثلا ممكن تكتب XOR 1 او XOR مثلا 2 او زي ما انا عملت XOR gate. هلا هو باي ديفولت لحاله الاسم اللي انت بتختاره للبروجكت هو بحطه للتوب ليفل انتيتي، بس انت صراحه بامكانك تغير، بامكانك تحط التوب ليفل انتيتي مثلا XOR gate underscore 1. بس انا هلا قلت لك وللتبسيط دائما خلي اسم المشروع نفس اسم التوب ليفل انتيتي لحد ما نرجع نحكي شوي عن هذا الموضوع في التجربه القادمه ان شاء الله. تمام، فهي خليهم هم الاثنين مثل هيك. ولا بما اني صرت محدد الباث تبع وين بده يكون البروجكت تبعي مخزن، الفايلات تبعي وين راح تكون مخزنه، اسم البروجكت تبعي واسم التوب ليفل، بقدر هلا اعمل نيكست. الخطوه الثانيه بتطلب مني اني اضيف فايلز. هلا احنا ممكن صراحه ببعض التجارب نكون معطينك بعض الفايلات اوريدي جاهزه، وبهاي الحاله انت بتقدر تضيفها بهاي الخطوه. يعني بتقدر تكبس على كبسه البراوز مثلا، طبعا كبسة البراوز لحالها راح تفتح لك الفولدر اللي انت اخترته، الفولدر اللي انت اخترته انه يكون هو مكان البروجكت تبعك. فلو كنا احنا معطينك فايلات برضو بيكون كويس انك تكون حاططهم جوا الفولدر اللي اسمه experiment 1 عشان تقدر تختارهم من هون، وبعدين تعمل open، وبعدين اخر شيء تكبس على add all عشان تضمن انهم ينضافوا على هون. لازم تشوفهم في هذا الويندو المربع هون عشان تعرف انهم انضافوا على البروجكت تبعك. اليوم ما عندنا اي فايلات، فراح نعمل next. بصير تعمل ما تضيف اي فايلات. الخطوه الثالثه هاي صراحه مهمه بشكل اساسي لما تكون تستخدم الاف بي جي اي. فانا راح افترض انه احنا زي كنا في اللاب، واورجيك كيف ايش مفروض تسوي هون في هاي الخطوه. الاف بي جي اي بورد اللي بنستخدمه عليه اف بي جي اي تشيب من فاميلي اسمها سايكلون 2، فلازم تختار الديفايس فاميلي سايكلون 2 هون، هي سايكلون 2، وله رقم، إله رقم الديفايس هذا الـ FPGA، مش ضروري تحفظه، ولكن إذا نزلت في السكرول لآخر إشي لتحت فهو الرقم الرابع من تحت. تمام، عد 1 2 3 4، هذا هو الديفايس اللي إحنا بدنا إياه. تمام، في حال احتجناه للميد تيرم أو للبروجكت مفروض تعرف تحدد الفاميلي أنها سايكلون 2 والديفايس اللي هو الرابع من تحت. اتأكد أنك هاي الخطوة عاملها صح وبعدين اعمل نيكست. تمام، توصل لهون هذه الخطوة الرابعة. بطلب منك إذا بتحب تحدد أي سوفت وير إضافي غير الكوارتس حاب تستفيد منه خلال عملية السيميوليشن والديزاين. إحنا في هذا اللاب بنعتمد بشكل كبير فقط على الكوارتس، فبالتالي ما يعني بهاي الحالة ما راح نضيف أي سوفت وير تاني، بس بنعمل نيكست. الخطوة الأخيرة هي بس عبارة عن ملخص بيعطيني معلومات وين البروجكت دايركتوري، وين مكانه، اسم البروجكت واسم التوب ليفل انتيتي اللي احنا سميناه، إذا في فايلات ضفناها. اليوم احنا ما ضفنا أي فايلات ولا لايبراريز، فزيرو زيرو. بيعطيني الفاميلي نيم والديفايس نمبر تبع الـ FPGA اللي احنا اخترناهم، وبعدين بعمل فينيش. فلاحظ هلا شو صار عندي هون، تفرج على هاي الويندو اسمها بروجكت نافيجيتر. البروجكت نافيجيتر فيها مره ثانيه الفاميلي والديفايس نمبر، وتحت اسم البروجكت تبعي. لو تفوت على فايلز ما بتلاقي ولا شيء لانه ما عندناش فايلز لساتنا.
إذا لأي سبب من الأسباب أنت كنت بالغلط لاحظت أنه الرقم أو الفاميلي غلط، تقدر من هون تظبطهم، تقدر تعمل رايت كليك من هون وتفوت على الديفايس، وهو بيفتح لك الويندو تبع الديفايس عشان تغير الفاميلي والديفايس نمبر. طبعا احنا صح فما في داعي نغير اشي، بس اذا حبيت تغيرهم تقدر تغيرهم من هون رايت كليك وبعدين ديفايس. برضو اذا نسيت تضيف فايلز وبعدين حبيت تضيف فايل، تقدر تختار تكبس على كلمة اكس اور جيت اول اشي كبسة واحدة، بعدين رايت كليك، وشايفين هنا في سوري مفروض هون يكون في اد فايلز، يكون هون add or remove file to the project، أو يمكن دقيقة شوي، أوكي يبدو أنه من كبسة، يبدو أنه لسه لأني ما ضفتش ولا فايل برضو لسه هناك مش معطيها، أو بتيجي على هون على كلمة files وبتعمل right click add remove files، إذا حبيت تضيف أو تشيل فايلات من البروجكت بتقدر تسويها من هون. تمام، هلا احنا اليوم زي ما قلنا ما عندنا فايلات، فهلا انا بدي اعمل نيو فايل، انا بدي اعمل فايل جديد واعمل عليه الديزاين اللي انا بدي اياه. فشو الخطوه اللي بدنا نسويها؟ من التاب تبعت فايل بكبس نيو، بختار نيو مش نيو بروجكت ويزارد، خلص عملنا اللي بروجكت، هلا بدي اعمل فايل عادي، فبكبس بعمل نيو فايل، بيفتح لي ويندو بطلب مني اختار شو نوع الفايل اللي انا بدي اياه. طبعا احنا نوع الفايل اللي بدنا اياه هلا في الوقت الحالي هو ديزاين فايل، فايل انا بدي احط فيه تصميم. في اكثر من نوع زي ما قلنا للديزاين فايل، احنا في هذا اللاب راح نستخدم نوعين، التجربه هاي راح نستخدم فيها بلوك دياجرام او سكيماتيك فايل، بمعظم التجارب القادمه راح نستخدم الفيريلوج اتش دي ال فايل. فاحنا اليوم راح نستخدم بلوك دياجرام سكيماتيك فايل، بعمل اوكي طلع بيفتح لي هاي الويندو. لاحظ ايش؟ لاحظ هنا في صار اسم الفايل بلوك 1.pdf، البي دي اف هاي اختصار لبلوك دياجرام فايل مش بي دي اف اللي احنا بنعرفها، نو ذيس از بي دي اف بلوك دياجرام فايل. هلا طب هاي مع اني انا عملت فايل جديد، ولما اروح هون على فايلز بالبروجكت نافيجيتر لسه الفايل هذا مش موجود، السبب اني انا لسه ما عملت له سيف. فيفضل حتى قبل ما تضيف الديزاين على هذا الفايل هون انك تيجي تعمل فايل وسيف از تخزنه مثلا. انا عشانه راح اعطي هذا الفايل زي ما قلنا قبل شوي، لانه هذا الفايل هو راح يكون التوب ليفل انتيتي، هو التوب ليفل ديزاين تبعي، فلازم اسميه زي ما سميته برا. انا سميته برا اكس اور جيت، فهي هو لحاله باي ديفولت اعطاني اكس اور جيت. وشايفين اشاره التك اللي محطوطه عند اد فايل تو ذا كرنت بروجكت، يعني خلي هذا الفايل جزء من الكرنت بروجكت، لازم تكون التك موجوده وتعمل سيف. هلا احوله لاكس اور جيت دوت بي دي اف، وهي صار في عندنا هنا اكس اور جيت دوت بي دي اف. تمام، خليني قبل ما نكمل اورجيك موضوع الاد ريموف فايلز. طلع اذا انت حبيت تشيل هذا الفايل، هي رايت كليك اعمل ريموف فايل فروم بروجكت. اذا لقدام مثلا ضفت اكثر من فايل واكتشفت انه في فايل من الفايلات عندك غلط ما بدك اياه يكون بالمشروع، بتقدر تعمل له ريموف زي هيك. اذا حبيت تضيف فايل جديد مثلا او تعمل اد، انا هلا راح اعمل اد لنفس الفايل اللي احنا عملنا له ريموف. هي اد بطلب مني اختار وين مكان الفايل، هي انا مثلا هون باجي هي، طب لاني انا خزنت على الاكسبيرمنت 1، هيو شايفين اسمه اكس اور جيت وعليه رسمه الرسم البياني، وطلع التايب تبعه، التايب تبعه بلوك سكيماتيك فايل، فهي بختاره وبكبس على اوبن. لاحظ اسم الفايل موجود هون بس مش موجود تحت، يا بتكبس اد اول او اد اول عشان كلياتهم خلص، وهي ضاف الفايل هون. هلا بعمل اوكي، هي رجع الفايل عندي على البروجكت تبعي، صار هذا الفايل ضمن البروجكت تبعي. ضروري دائما تتاكد انه الفايل اللي انت عملت له كرييت موجود عندك ضمن البروجكت نافيجيتر تحت الفايلز. تمام، هلا شباب اذا واحد عند اذا حد عندكم بالغلط مش مبين عنده البروجكت نافيجيتر، يعني هي ما كانش موجوده من هون، تقدر تعمل لها فيو وتختار هي يوتيليتي ويندوز شايفين، وبروجكت نافيجيتر بتبين عندك البروجكت نافيجيتر مره ثانيه. تمام، فاي شيء مش مبين عندك تقدر تبينه من عند الفيو. تمام، هاي انا صار عندي هلا هذا الفايل، خليني اكبر شوي المساحه تبعت الفايل xor1.pdf. لاحظ كيف في عليه نقط صغيره زي اكنه دفتر بياني عشان يساعدك انك تحط الجيتس اللي انت بدك اياها. طيب عشان اختار انواع الجيتس بقدر اسوي هذا الشيء، شايفين هون رسمه الجيت هاي اللي هون اسم، شايفين سيمبل تول، تقدر تكبس عليها
اوكي، وراح يفتح لك هاي الويندو اللي بتخليك تختار الجيتس اللي انت حاب تضيفها. اول شيء بتعمل اكسباند لللايبراريز، بعدين اكسباند لكلمه primitives. من كلمه primitives شايف في شيء اسمه لوجيك، في شيء اسمه بين، في شيء اسمه اذر. اول شيء خلينا نشوف لوجيك، ايش في عندي في اللوجيك. طلع ايش يعني اند 12، يعني هذه اند جيت لها 12 انبوت، في اند 2 اند 3 اند 4 من 2 لغايه الزوجي، الارقام الزوجيه من 2 لغايه 12 بس مش شايف 10، اند اند 6 واند 8. تمام، في عندنا برضه جيتس اللي هي البي اند. شو هي البي اند؟ هي الاند جيت بس الانبوت تبعها عليه بابلز، عليه انفرتر، يعني الانبوت بيكون معكوس لما يفوت على الجيت. وفي عندنا برضه في منها مالتيبل انبوت، زي ما في عندنا اند في عندنا ناند. طلع هنا الاوتبوت تبع الاند عليه انفرتر. ففي عندك كل انواع الجيتس، في برضه بي نور اللي هي النور بس معاها انفرتر، في الناند العاديه اللي بدون الهاد، في عندنا النور العاديه برضه بدون انفرتر، في عندنا الاور برضه فيها مالتيبل انبوت الاور اوبشن، في عندنا الاكس اور والاكس نور. يعني حتى السيركت اللي احنا بدنا نسويها اليوم موجوده، بس احنا بدناش نعملها باستخدام جيت، بدنا نعملها باستخدام مالتيبل جيتس، اكثر من جيت. فهلا بورجيك بذكرك شوي بالايكويشن تبعت الاكس اور جيت، بس خلينا احط الجيت اللي بنحتاجها. بنحتاج ل 1 اند جيت، فطلع اذا عملت هلا اوكي بيسمح لي اني اختار اي مكان احط فيه الاند جيت اللي انا قلت بده اياها. ومش هيك كمان، بعد ما اختار المكان اللي بدي اياه يعني اكبس على الماوس، بيعطيني اوبشن اني اضيف كمان واحده منها او قد ما بدي. يعني هلا انا بدي تنتين اند، فصراحه راح اختار كمان واحده هون. اذا ما بدك كمان اند جيت بتقدر تكبس على كبسه الاسكيب تبعت الكيبورد، اكبس على الاسكيب تبعت الكيبورد خلص بشيل، خلص ما بدي يعني بكفي، بس بدنا تو اند. طب مثلا باجي بقدر اكبس مره ثانيه على السيمبل واختار بدي برضو انا تو انبوت اور، فبقدر اختار هون اجي على الاور التو انبوت واعمل اوكي، وبقدر احطها هون مثلا. طبعا الاور انا بس بدي منها واحده، فراح احطها هون وخلص، بس اونلي وان اوكي. وراح اضيف كمان تو انفرترز، فهي راح اجي على السيمبل وفي نوت، نوت اللي هي الانفرتر، خليني هي نوت هون، راح اضيف تو انفرترز، هي واحد وهي اثنين اوكي. وبعدين على الاسكيب. هلا اذكركم ليش انا عملت هدول، خليني افتح الباوربوينت. تمام، هاي بالنسبة للباوربوينت. هلا أنا اللي بدي أورجيكم إياه هون، إني لو أجيت عملت زي هيك أوكي، وأجيت مثلا أذكركم إنه لما إحنا كنا نحكي مثلا إكس، متذكرين هذا الرمز؟ هذا الرمز اسمه إكس أور، إكس إكس أور واي. كيف هاي برضو إيش هاي الإكويشن تساوي؟ هاي الإكويشن تساوي نوت إكس أند واي أور x and y bar او النت y. فانا هيك بدي ابني الاكس اور جيت باستخدام تو انفرترز، واحد للاكس وواحد للواي، بعدين بدي تو اند جيت عشان اعمل نت اكس اند واي، اكس اند نت واي، وبعدين بدي اور جيت بيناتهم. فعشان هيك انا عملت هدول الكومبوننت، مع اني كان صراحه بامكاني ابنيها بس باستخدام سنجل جيت، بس انا عشان اورجيك كيف لو كان عندك مالتيبل جيتس كيف بتوصلهم مع بعض، لانه هاي الجيت الاكس اور موجودة عندي في الكوارتس فبقدر أبنيها. بس أنا بدل هيك راح أعمل إشي زي هيك، AND GATE و 2 INVERTERS okay. هنا مثلا THIS IS X AND Y، هنا بيطلع X BAR AND Y، وطبعا هون هذه اللي هون هي الـ X موصولة هون على الانفرتر، سوري الواي موصول على الانفرتر، اما الاكس مثل ما هي، فهذه هنا اكس نت واي، وفي بيناتهم بعدين اور راح اشبكهم مع بعض زي هيك، واسمي مثلا هذا الفانكشن الاوتبوت تبعي اف.
انا هون حطيت واي بالغلط، لا هذا اف لازم اكس، اكس اور واي، احط مثلا اي شيء ثاني بس مش واي اكيد، اوكي، لان الانبوت تبعي هو واي. اي هون اف برضه، تمام. فانا راح ابني السيركت بهذه الطريقه، تمام. خلينا نعمل، خلينا نرجع للكوارتس مره ثانيه. طيب الكوارتس بيسمح لك انك بعد ما تكون حطيت الجيتس بامكانك تحركهم، بس تختار الجيت وبالماوس تصير تحركها وين ما بدك. برضه بيسمح لك تعمل روتيت، يعني تلف الشكل، يعني طلع مثلا اذا حابب انت تلف هدول الانفرتر بامكانك تعمل له فليب هوريزونتال او فليب فيرتيكال مثلا. خليني اعمل فليب هوريزونتال، او سوري هو الفليب، الفليب هوريزونتال يعني، بس انا ما بدي اياه يعمل فليب. تقدر تعمل فليب، تقدر تعمل برضه روتيت، يعني تلفه بمقدار 90 درجة مثلا، هي صار لتحت، ونفس وهكذا بتقدر تلف بمقدار 90 او 180 درجة او 270 درجة. فهي انا عندي هذول هم التو انفرترز تبعوني، راح احطهم زي هيك، تمام. هلا بالاضافة لكل هذا بنحتاج برضو انه نضيف شيء بنسميه input output pins. يعني انا هاي السيركت اللي بدي ارسمها في إلها 2 input pins وإلها 1 output pin، اللي هم كنا إحنا مسمينه قبل شوي X1 و Y1، والoutput اسمه F. بإمكانك تختار أي اسم أنت بدك إياه، X1 X2، والoutput اسمه مثلا Y زي ما بتحب. خلينا على X و Y مع F، بس أنا أول شيء خلينا نضيف الانبوت والoutput pins. من وين بنضيفهم؟ من نفس المكان اللي ضفنا منه الجيت، بنختار الجيت هون، بس بدل ما نعمل expand لللوجيك من جوا البريمتيفز، نعمل expand لكلمة pin. في عندي input output، وفي عندنا باي دايركشنال، احنا ما بنستخدم الباي دايركشنال، عندنا input. هاي راح اختار واحدة للانبوت، هاي هون x، وكمان واحدة زي الجيت بسمح لك تختار اكثر من واحدة، هاي هون y، وبعمل escape عشان بس بدي تنتين، وبدي برضو واحدة output، فبروح هون وبختار output وبعمل اوكي وبحط الاوتبوت عند الاور جيت، لاني انا هناك بدي اوصلها. مرات هو هيك الرسم شوي بتعلق، بس اخر شيء هيو هيك، هدول انا الفيجرز اللي حطيناهم، تمام. اوكي طيب، نيجي هلا نعمل لكم شويه زوم، بلكي الصوره تصير اوضح لكم زي هيك. هي هيك تمام، اوكي. نيجي بنقدر نغير اسمائهم هذول البنز. طلع هون ايش مكتوب، بن نيم، بن نيم، هون مكتوب بن نيم 5، هون مكتوب بن نيم 6. تقدر هذول تغيرهم زي ما قلنا، بس اختار اعمل عليهم دبل كليك، وبدل كلمه بن اندر سكور نيم مثلا حط واحده اسمها اكس كابيتال مثلا. لاحظ ايش محطوط الديفولت فاليو، الديفولت فاليو انت بتقدر تختار هل هو في سي سي او جراوند. في سي سي يعني لوجيك 1 هاي، وجراوند يعني زيرو. انا اخليه زي ما هو في سي سي، وبدي اختار هاي البن الثانيه اسميها مثلا واي كابيتال، هاي صار واحده اكس وواحده واي، والاوتبوت اللي هون اللي هو الفانكشن يصير يكون اسمه اف، اوكي. هاي هون اوكي، هاي اف. هلا ضل علي اوصل اسلاك، تمام. من وين بوصل الاسلاك؟ في كبسه الكونكتر هاي اللي هون الاورثوغونال نود تول، فراح اختار الاورثوغونال نود تول. وشو بتسوي لي هاي الاورثوغونال نود تول؟ مثلا هذا الجيت هاي اللي فوق انا بدي ادخل عليها مثلا اكس مع نت واي، فبقدر شوف باجي عند الاكس وبكبس على الكبسه تبعت الماوس اليسار، وبضلني كابس، ما بشيل ايدي، ما بشيل ايدي عن الكبسه لحد ما اوصل للنقطه اللي بدي اياها ويعطيني هذا المربع. هذا معناته انك انت هون عند نقطه تواصل، فهي بترك هلا الماوس، شوف هو عمل لحاله السلك هذا من كبسه الاكس للواي. طب شو الانبوت الثاني اللي بدي يفوت على هاي الاند جيت من الاكس سوري للاند جيت؟ شو بدي هلا؟ النت واي. فاول شيء باخذ من عند النت واي وبضلني كابس على الماوس لحد ما اوصل للانفرتر ويعطيني المربع، معناته هي وصلت. بعدين باخذ من الاوتبوت تبع الانفرتر ولحد ما اوصل للانبوت تبع الاند جيت ويعطيني المربع، بترك السلك. هلا انا هون وصلت على هاي الاند جيت اكس مع نت واي. الاند جيت اللي تحت بدي اوصل عليها نت اكس مع واي. فخلينا نبلش. اول شيء اذا بدك توصل واي بتقدر تاخذ من هاي النقطه، من محل من هاي النقطه زي هيك، وتيجي زي ما قلنا ضلك مكابس لحد ما تشوف المربع وتترك. شايفين الدائره المغلقه هاي اللي هون اللي طلعت عندي زي الطابه هيك؟ هذا بدلك، هاي الطابه بدلك انه هذا السلك اللي موجود هون وهذا السلك اللي موجود هون موصولين مع بعض، فهذا ياكد لك انه انت شغلك صح. هلا باجي على الانفرتر،
باجي على الانفرتر هيك بشبكه عشان اكس ياخذ اكس، فلازم يعطيني برضه زي الكره هذا الاشي، وباخذ الاوتبوت تبع الانفرتر وبشبكه على الانبوت تبع الاند جيت. تمام، هي هيك انت عملت الاشي اللي انت بدك اياه. هلا في شغله هون اوضح لكم اياها. هلا تخيل انه بورجيك اياها لما بدي اشبك الاند مع الاور. هلا انا بعرف انه بدي اشبك الاند مع الاور، طلع شو بيصير لما انت تختار تبلش من نقطه البدايه وتضلك كابس الماوس لعند نقطه النهايه. التول هي اللي بتتحكم بشكل الواير تبعك، بشكل السلك، يعني هو اللي عمل لي اياه زي هيك. طب بلكي انا حاب الواير يكون زي هيك نازل وبعدين خط مستقيم. بهاي الحاله انت بدك تعمل الواير على عده خطوات، يعني اول مره بتعمل واير لهون وبتترك الواير زي هيك، هي عمل لك اياه، بعدين بترد مره ثانيه بتبلش من نقطه النهايه للإشي اللي انت بدك اياه، هيك تقدر انت تتحكم بشكل الواير. هاي مره ثانيه اورجيك اياها. هي مثلا انا هون بدي الواير لهون، هي هيك بوقف خلاص، بتركه، بترك الماوس وبرد بختار من عند نقطه النهايه لعند هون، وهيك بكون وصلت على الاور جيت. تمام، وبعدين باجي على الاوتبوت تبع الاور وبشبكها مع الاوتبوت تبعي. ضروري برضو تشوف المربع زي هيك. لما تشوف الديزاين تبعك بهاي الطريقة انت بتكون متأكد انه يور سيركت از فاين، فيش فيها مفروض اخطاء، بس لسه هلا بنتأكد، يعني في طريقة للتأكد. طبعا بعد ما عملت الفايل انا هون، هلا بقدر اعمل سيف، لازم اخزن الفايل. شايف كان في عليه ستار، بطل في ستار هون، دليل انه هذا الفايل اتخزن. بعد ما تخزن الفايل عندي وصار كل شيء تمام، كل شيء موصل وهيك، بدي اتاكد هل عندي اخطاء او لا. هذا الشيء بيصير من خلال عمليه الكومبايليشن. الكومبايليشن بيصير انك تكبس على كبسه هذا التريانجل البيربل اللي مكتوب، هي شايفين عليه ستارت، عفوا كومبايليشن، وهي نفسها موجوده بالبروسيسنج. لو كبست على بروسيسنج هي ستارت كومبايليشن، بس ديفينتلي انه اسهل انك تكبسها من هون. وهلا هو بلش عمليه الكومبايليشن، هاي بتاخذ شويه وقت عبين ما يتاكد انه كل شيء تمام وما في اخطاء. لازم هون كل التاسك، كل البارز اللي هون يوصلوا ل 100% ويكونوا اخضر عشان ما يكون في عندك ايرور، وتتاكد انه يعني انت ما اخطات في الديزاين. ممكن مرات يطلع لنا وورنينج، بس احنا الوورنينجز ممكن نتجاهلهم مبدئيا، ولقدام شوي بنرجع بنحكي عنهم، بس مبدئيا وي كان اجنور الوورنينجز. شايفين ايش المسج اللي طلعت هون؟ فول كومبايليشن واز سكسسفول فور وورنينج، يعني ما عندي اخطاء، عندي شويه وورنينج. هلا عندي اربع وورنينج، شوف الوورنينج والاخطاء وين موجودين. شايفين تحت هون هذه الترانسكريبت اللي موجود تحت، شايفين في عندك كلمه ايرور. لو كبست على ايرور ما في عندي ايرور، بس على كبسه الوورنينج في عندي هون بعض الوورنينجز المتعلقة بأنه إحنا ما عملنا الإمبليمنتيشن على الـ FPGA، فهدول we can ignore them for now هلا مبدئيا. والحلو برضو أنه بعد عملية الكومبايليشن بطلع عندك ريبورت، شايفين هي كلمة كومبايليشن ريبورت. هذا الريبورت بيعطيك معلومات أنه هل الكومبايليشن was successful أو or not، إيش اسم الديزاين للبروجكت تبعك، وإيش اسم التوب ليفل انتيتي اللي هو الـ XOR، شو اسم الديفايس فاميلي، وشو اسم رقم الـ FPGA. وبرضه بحكي لك قديش انت استهلكت من هاي الاف بي جي اي. اذا بتذكروا بالمحاضره الماضيه حكيت لكم انه الاف بي جي اي هي عباره عن لوك اب تيبلز. الاف بي جي اي هاي فيها تقريبا 68416 لوجيك اليمنتس او لوك اب تيبل. احنا للاكس اور جيت احتجنا فقط واحده من هذول الاكس اللوك اب تيبلز، فاحنا مستهلكنا نسبه قليله كثير لهذا الديزاين على الاف بي جي اي تبعتنا. لو سكرت من هون تقدر تعمل رايت كليك وكلوز للكومبايليشن ريبورت. اذا حاب ترجع تشوفه مره ثانيه، هاي الكبسه اللي عليها زي هيك زي الصفحه مكتوب عليها اصلا كومبايليشن ريبورت، اذا كبستها مره ثانيه بيعطيك نتيجه الكومبايليشن، وبرضه موجوده في البروسيسنج، هاي البروسيسنج وهي كومبايليشن ريبورت. تمام، هلا خليني اورجيك شو بصير لو كان في خطا في الديزاين تبعنا. لو كنا مثلا احنا ناسين نوصل هاي الجيت مع هاي الجيت، مثلا في عندنا خطأ، مثلا هذا الواير خليني أقيمه، بقدر أختار هذا الواير وأعمل له ديليت. أوكي، لاحظ لما تشوف إشارة إكس عندك في الدياجرام معناته أي أنه هاي النقطة مش واصلة مزبوط، في إشي عندك غلط، فدك تحاول تمحيها. طبعا أنت كيف برضو بتقدر طريقة تانية للمحي، بتقدر تختار زي هيك السلك، تقدر تعمل عليه سلكت، يعني تعمل عليه مربع وبعدين تكبس كبسة الديليت تمحيه مثلا إذا بدك زي هيك، بعدين كبسة ديليت. هاي محيته، هي مثلا هي هون،
وهي ديليت، هي محل. خليني هلا اورجيك شو بيصير لو نعمل كومبايل والسيركت زي ما هي هلا، هيك زي ما هي. اعمل ستارت كومبايليشن، بيطلب بحكي لي سيف تشينجز لانه انا غيرت، لاحظ اسم الاكس اور جيت دوت بي دي اف في ستار هون، فبحكي له يس سيف واعمل عمليه الكومبايل. طلع اول شيء الملاحظه الاولى انه صار يطلع عندك هون شيء احمر مش بس اصفر او اخضر، هذا انديكيت انه انت في عندك ايرور، واصلا اعطاك مسج فول كومبايليشن واز نوت سكسسفول، في عندنا 3 ايرورز اند 2 وارنينج. فلو اجينا روحنا على الايرورز وقرانا بحكي لي نود، النود اللي اسمها انس 2 از ميسنج ا سورس، ما الهاش سورس. طبعا هون هو عم بحكي عن الاور جيت، فخليني اورجيك لو انت عملت دبل كليك على هذا الايرور. طلع لو عملت دبل كليك على على الـ على الايرور مسج اللي عندك، هناك شو عمل لي؟ هو حط لي مربع حوالين الجيت اللي هو بتوقع انه عندها الغلط. هو ايش بيقول الغلط؟ الغلط مشكلته انه الاند جيت هاي في انبوت من انبوتس تبعونها مش موصل، فاعطاني ايرور عليها، ما اعطاني ايرور على الاند، لانه الاند صراحه مبين زي كانها اوتبوت وانت مش شابك هذا الاوتبوت عادي، بس المشكله عندك انه ما بصير يكون انبوت انت مش حاطط عليه شيء، فعشان هيك اعطاك ايرور مثلا هون. تمام. فبالتالي طبعا انت لما تصير زي ما قلنا طريقه الحل الايرور انك تروح عند الايرور تعمل عليه دبل كليك، يختار لك الجيت، انت تيجي تشوف شو المشكله، تدور على اشاره الاكس، اذا شفت في اكسات معناته في شيء مش واصل، تقدر تستخدم مره ثانيه الاورثوغونال تول عشان توصل الاوتبوت بالانبوت، وزي ما سوينا قبل شوي مثلا زي هيك وزي هيك وهي هيك، بكون انا وصلت الانبوت والاوتبوت، ولازم بس تصلح تعيد سيف تشينجز يس وتعيد عمليه الكومبايليشن تو ميك شور ذات يو دونت هاف اني ايرورز. تمام، هيك خلصنا عمليه الكومبايليشن، اعطاني سكسسفول، اعطاني كومبايليشن ريبورت، ما بدي اياه بعمل له كلوز. خليني افتح على البي دي اف تبع التجربه واورجيك احنا شو الشغلات اللي سويناها لحياتي الان. لاحظ بلشنا بالتجربه حكينا انه بدنا نسوي اكس اور جيت اذا بتتذكروا، فتحنا عملنا اوبن الكوارتس، ورجيتك كيف ممكن تفوت على الاونلاين هيلب، بعدين قلنا نعمل بروجكت، هاي البروجكت ويزرد، انه تختار البروجكت ويزرد تمشي بالخطوات تبعونه، الخمس خطوات اللي حكينا عنهم. وبس تخلص هدول الفايف ستيبس قلنا بدنا نعمل السيركت، فعملنا نيو فايل وخليناه من نوع بلوك دايجرام، وضفنا هذا الفايل خزناه على جوا الفولدر نفس تبع الاكسبيرمنت تبعنا، وعملنا تك على اد فايل تو ذا كرنت بروجكت، وبعد ما خزناه واعطيناه الاسم الصحيح رسمنا السيركت تبعنا، شفنا من وين بنجيب الجيتس، شفنا من وين بنجيب الانبوت والاوتبوتس، شفنا انه بنقدر نعمل روتيت للجيتس او نعمل لهم فليب لليمين او لليسار او بشكل فيرتيكال، وضفنا الانبوت والاوتبوت بينز وشفنا كيف نغير اسمائهم، عملنا دبل كليك على الانبوت او الاوتبوت بين وغيرنا الاسم تبعه، خلينا الديفولت فاليو مثل ما هي. فملاحظين هون انه الخطوات نفس ما هي، بعدين هون لاحظين كيف وصلنا الجيتس مع بعضها باستخدام الاورثوغونال تول، وكيف كنا نكبس على الماوس ونتحكم بشكل الواير اذا بدنا، او نخليه انه التول هي تختار شكل الواير اللي بدنا اياه. بعدين عملنا عمليه الكومبايليشن وشفنا الكومبايليشن ريبورت، وشفنا شو بيصير لما يطلع لنا ايرور، وانه شو بيصير لما نعمل دبل كليك على الايرور، كيف بياخذنا وبورجينا الديزاين. تمام، فهاي النقاط كلها احنا ورجيناكم اياها. نيجي نكمل، هلا بدنا نحكي عن شيء اللي هو موضوع السيميوليشن. انا حابب اتاكد انه الديزاين اللي انا سويته بيشتغل كاكس اور جيت فعلا. فاحنا البيهيفير تبع الاكس اور جيت شو هو؟ لو اجينا هون فتحنا على شو هي التروث تيبل للاكس اور جيت. اوكي، تروث تيبل لها الاكس اور جيت. تمام، هي هون اكس وهي واي، لما يكونوا بوث 0 0 شو بيصير؟ لما 0 1، لما 1 0 ولما 1 1 قديش بيطلع عندي الاوتبوت اف. وين 0 0 لما يكونوا زي بعض الاكس اور بتعطينا صفر، لما يكونوا الانبوت مختلفين الاكس اور بتعطينا واحد، فهي هي التروث تيبل. فانا بدي اتاكد من هذا الشيء، هل السيركت اللي عملتها فعلا هذا هو البيهيفير تبعها؟ فباجي هون
بنرجع على الكوارتز، نيجي نبدأ بعملية السيميوليشن. الكوارتز كيف بخليك تعمل عملية السيميوليشن؟ لازم تعمل شيء بنسميه ويف فورم. فأنا بدي أعمل هلأ ويف فورم للإنبوتس اللي هم الإكس والواي، وأشوف شو الأوتبوت كيف بيطلع. شو يعني ويف فورم؟ خليني برضو أذكرك من مادة اللوجيك إيش يعني ويف فورم. خليني أضيف another سلايد هون، من نيو سلايد نعمل هون open، وهي راح أورجيكم شو بصير لما أنا أكون عندي two inputs x and y بدي أعمل لهم waveform. هلا أنا عندي أربع احتمالات، فمثلا 0001 1011 بقدر أختار أني مثلا أعمل الwaveform لx زي هيك 0 بعدين 1، وأجي على الwaveform تبع الy أخليه 0 بعدين 1 بعدين 0 بعدين 1. إذا بتلاحظ هون عندي صار الاحتمالات الأربعة موجودين. أول إشي X و Y كانوا both R 0 0، بعدين خليت ال Y 1 وال X ضلوا 0، بعدين Y X is 1 Y is 0 and finally both R 1 1. مفروض لما أستخدم هذا ال waveform وأجي أعمل run للsimulation مفروض يطلع عندي هون على ال output F زي هيك. إحنا هيك بنتوقع F يطلع 0 هون لما both R 0، هنا يطلعوا التنين قيمة F تكون 1 لما يكونوا مختلفين، بعدين ترجع F ل 0 0 0 1 1 لما يكون ال X وال Y مختلفين. فهذا هو مبدأ ال Waveform. أنت بتحدد ال Inputs عن طريق ال Waveform، والتول تأخذ القيم اللي أنت بتحطها على ال Waveform وبتعمل Run للسيركت تبعتك وبتشوف قديش ال Output بطلع، وهي بترسم لك ال Waveform تبع ال Output اللي هو F. فأنا كيف بقدر أعمل الويف فورم لإكس وواي؟ كيف بقدر أسوي هذا الإشي؟ من طريق عن طريق الكوارتز. أول إشي نعمل نيو فايل، فايل نيو، بس هاي المرة ما رح نختار بلوك، ما رح نختار أصلا ديزاين فايل، رح نختار شايفين في عندي هون فيريفيكيشن أو ديباجينج فايل، وفي إيش النوع الأخير فيهم إيش اسمه؟ فيكتور ويف فورم فايل، هو الإكستنشن لهذا الفايل VWF اللي هي اختصار لفيكتور ويف فورم فايل. فراح اعمل اوكي، فتح لي فيكتور ويف فورم فايل. لاحظوا شو اسمه، هلا في تو فايلز هون، في الاكس اور جيت دوت بي دي اف وفي ويف فورم 1 دوت في دبليو اف. هل الويف فورم فايل هذا جزء من المشروع تبعي؟ لا. ليش؟ لاني انا لسه ما خزنته. فدائما زي ما قلنا اول ما تعمل نيو فايل، اول خطوه قبل ما تعبي الفايل، قبل ما تضيف عليه اي شيء، انك تعمل سيف از وتخزن هذا الفايل عندك جوا الدايركتوري تبعت البروجكت تبعتك اللي هي اكسبيرمنت 1. وللتسهيل راح اخلي برضو اسمه نفس اسم التوب ليفل انتيتي اللي هي الاكس اور جيت، بصير يكون نفس الاسم لانه الاكستنشن تبعهم مختلف، واحده في دبليو اف وواحده بي دي اف، فالاكستنشن مختلف. فما في عندي اي مشكله، بعمل سيف. هلا غير الفايل ولاحظوا صاروا التو فايلز موجودين عندي ضمن البروجكت تبعي. هلا الخطوة الثانية انه نضيف الاسماء الـ X والـ Y والـ F، نضيفهم هون على الـ Waveform File. كيف هذا الاشي بنسويه؟ بقدر هون شايفين عند هذا الجزء اعمل Right Click واكبس على Insert وبعدين Insert Node or Bus. هاي هون تقدر تسويها من هون، او انك تقدر تعمل على من Edit، تمام، تقدر تختار برضو Insert و Insert Node or Bus. Both techniques are okay. هلا ما بدي انا اقعد اعطيه الاسماء وهو يدور لي، اسهل هو يدور لحاله ويعطيني اياهم. هذا الشيء بقدر اسويه من خلال كبسه النود فايندر، يعني هو يبحث ويلاقي النودز لحاله. فهي بكبس على نود فايندر. ضروري لما تختار النود فايندر يكون هون الاسم الاسم التوب ليفل انتيتي تبعتك محطوط صح، اكس اور جيت. انا بدي فلتر، انا ما بدي بس البنز، انا بس بدي البنز اول. فهون اتاكد برضو انه مكتوب بنز اول، وبعدين اكبس على كلمه ليست. ليست يعني ورجيني مين هم البنز اللي في الديزاين تبعي. لاحظ عشان احنا حطينا له بس بنز، هو بس طلع لي الاكس والواي والاف، اسماء الانبوت والاوتبوت بنز اللي موجودين عندي. بقدر انا اختارهم زي هيك، بقدر اختارهم الثلاثه، اعمل لهم سيلكت زي هيك، سوري شو اللي عم بيصير، ممكن زي هيك، وبعدين اعمل اكبس على شيفت عشان يختار لي اياهم الثلاثه. لازم تكبس على السهم عشان يروحوا لهناك ويكونوا ضمن السلكتد نود عشان يبينوا عندي. اذا اخترت شيء بالغلط بتقدر تختاره زي هيك وترجعه، اوكي. اما اذا كانوا صح، بدي انا هدول الثلاثه لازم يكونوا هون، واعمل له اوكي
وبكبس هنا اوكي، هلأ بينوا عندي الX والY والF. قديش القيم لX وY وF اللي موجودين هلأ؟ X وY قيمهم both are 0 0، مصفرين. قيمة الF don't care، هاي الX اللي هون don't care، أو بهاي الحالة اللي لساتها أنها unknown، لساتها مش معروفة. هلا بتشوفوا الاكس معناها unknown، لساته مش معروف، مش اكس، مش dont care زي ما قبل شوي حكيت. ال dont care هون زي هيك، خليني اتاكد لكم والله اي واحده منهم ال dont care. بكتب dc، dc يعني dont care، اما هو مش dont care، هو اكس يعني unknown، لساته مش عارف شو قيمه اف، لانه اصلا ما عملت انا run للسيميوليشن. طيب هلا انا مرات بفضل صراحه، بامكانك انت تحرك هدول السيجنلز، يعني مش ضروري يكون انا مرات بحب افضل انه الاوتبوت يكون تحت، فهيدا احرك الاوتبوت لتحت. شايفين بختار السيجنال اللي بدي اياها، وبقدر هيك بالماوس انزلها مثلا اللي بدي اياه. انا بدي طبعا الاكس تكون قبل الواي، بعدين واي، بعدين اف، زي هيك. طيب هلا بدي اعمل الويف فورم اللي ورجيتكم اياه قبل شوي على هون على هذا السلايد، يعني بدي اكس اول شيء تكون 0 بعدين 1 1، وبعدين واي تكون 0 1 0 1. ففي اكثر من طريقه لهذا الشيء. الطريقه الاولى بقدر مثلا انا اول شيء خلينا نحدد الزمن مثلا، خلينا نحدد انا كل قديش بدي اغير اكس وكل قديش بدي اغير واي. ممكن هون لما اتفرج على هاي الرسمه زي هيك اجي احكي مثلا إذا أنا بدي، هذا بس هيك مثال، إذا أنا بدي أنه والله هاي الفترة لما كانوا التنين 0 0 هي عبارة عن 5 نانو سكند مثلا، وهاي الفترة اللي هون كل فترة 5 نانو سكند، كل مرة بتغير هم 5 نانو سكند، أوكي 5 5، تمام زي هيك. معناته أنا عشان أغطي كل الاحتمالات قديش بدي التوتال تايم كله كامل، يعني عشان أغطي هدول الأربعة، هدول مش ضروري الزيادة الـ 0 0، الأربع احتمالات الزمن الكلي اللي أنا محتاجه هو 20 نانو سكند عشان أغطي كل الاحتمالات، تمام؟ لأنهم أربع احتمالات كل واحدة بدي لها 5 نانو سكند، إذا هم 20 نانو سكند. لو أنهم كانوا 8 احتمالات كنت راح تحتاج لـ 40 نانو سكند وهكذا، تمام؟ أو ممكن إذا أنت حابب، إذا ما بدك 5 ممكن تختار انه والله مثلا 10 فور اكزامبل، فالرقم يعني انت بتختاره. مثلا ممكن احط 10 هون اوكي، واجي احكي زي هيك البن، واجي احكي له 10 نانو سكند 10 نانو سكند، اذا حاب تزيد 10 نانو سكند 10 نانو سكند، فالتوتال هو 40. اذا هيك بتقدر انت الكوارتس بيسمح لك تتحكم قديش، الكوارتس بيسمح لك تتحكم قديش طول السيميوليشن. كيف هذا الشيء بتسويه؟ زي قبل شوي، زي لما عملنا insert node right click هون، وشايفين كلمة سوري كلمة لا مش هون، أتوقع الـ end time من الـ edit، edit و end time، يمكن من هون بقدر أغير الـ end time. هيو لا برضو من هون مش موجودة time bar، insert time bar، لا الـ end time من عند الـ edit، edit و end time. وهلا بطلب مني قديش بدي الان تايم تبعي. فمثلا احنا قلنا بدنا 40 نانو سكند، انتبه انك تختار اليونت الصح، مثلا 40 نانو سكند، فهي قلت له اوكي 40 نانو سكند. هلا الزمن الكلي 40 نانو سكند، اذا ما كانش كل ال 40 مبينين بامكانك تكبس على كبسه الزوم، رايت كليك بعدين زوم بعدين تحكي له فيت ان ويندو، يعني خلي كل الزمن يبين عندي هنا بالويندو تبعي، تمام. طيب هلا بنيجي، مش انا قلت بدي الاكس اول فتره، اول فترتين الاكس تكون صفر، يعني من زمن صفر لزمن 20 الاكس بدها تكون صفر، بس من زمن 20 لزمن 40 بدي الاكس تكون واحد. فالطريقه انك انت بالماوس تقدر تختار من زمن صفر لزمن 40 زي هيك، تختار هاي النقطه، وبعدين شايفين كبسه الواحد اللي هون هذه فورس هاي، بتقول له فورس هاي يعني حولها لواحد، فهي حول لك الاكس هون لوان، فهي صار الاكس اول 20 نانو سكند 0، وال20 نانو سكند اللي بعديهم كانوا 1. بالمقابل الواي اول 10 كانوا 0، ال10 اللي بعديهم اللي هي يعني بين 10 و20 كانت تكون الواي 1، فهي بختار هاي النقطه وبحكي له فورس هاي. بعدين بين 20 و30 بترجع 0، بين 30 و40 بترجع 1 مره ثانيه. فخلينا نختار زي هيك مره ثانيه، بنختار النقطه هاي وبنيجي بنقول له فورس هاي، هيك انت بتضمن انه هي 0 0 0 1 1 0 1 1. هاي وحده من الطرق اللي انت بدك اياها. طلع طبعا طلع اذا بدي ايش بقدر اسوي هلا، خليني بس عفوا دقيقه اتاكد انه الكمبيوتر موصول على الشاحن عشان ما يطفيش.
تمام. طيب هلا ممكن خليني اوجيك طريقه ثانيه. مثلا انا بقدر صراحه اختارهم التنين، طلع هيك بقدر اختار التنين واخليهم خلص كلهم التنين اصفار، هي اخترت التنين زي هيك وارجعهم زيرو، اي فورس زيرو، رجعتهم اصفار كلياتهم. شو الطريقه الثانيه اللي ممكن تعملها؟ انه انت ممكن تختار اكس هون اكس وتعمل رايت كليك عليها وتيجي تحكي له فاليو، بدك الفاليو تبعت اكس ايش بدك اياها؟ بدي الفاليو تبعت اكس تكون كلوك. ليش كلوك؟ هلا بحكي لك ليش كلوك. اذا بتذكروا باللوجيك علمناكم شوي، حكينا لكم انه هاي السيجنال اللي بتضلها تطلع وتنزل بنسميها كلوك سيجنال، هي اسمها بشكل عام متعارف عليها. اي سيجنال بتضلها تعيد نفس الشكل تبعها اوفر اند اوفر اجين زي هيك، هذه بنسميها كلوك سيجنال. وهاي الكلوك سيجنال إلها بيريود. شو يعني بيريود؟ في إلها فترة زمنية بتضلها تتكرر. شو هي الفترة الزمنية اللي عم بتضلها تتكرر هون لهاي الكلوك سيجنال؟ هاي فترة الهاي واللو، صح؟ هاي بتضلها قاعدة تتكرر كل شوي، بتضلها تتكرر هاي هذا الشكل بتضله يتكرر مرة ثانية، فهي بسموها كلوك بيريود أو كلوك سايكل. تنتين، يا بسموها كلوك بيريود أو كلوك سايكل. أوكي سوري، كلوك بيريود أو اللي هي تعادل برضو clock cycle time. فإذا بنيجي إحنا هون على اللهم صل وسلم محمد، السيجنال اللي اسمها X فوق، هاي X وين ال وين قديش البيريود تبعتها ال X؟ البيريود تبعت ال X، لاحظ إنه ال X، خليني أغير لون القلم، لاحظ هون إنه ال X، لاحظ إنه ال X كيف؟ هاي اللو تبعها وهي بعدين الهاي تبعها وهلا رجعت نزلت. يعني لو بدك تطولها كمان راح يكون هنا كمان مره 20 زيرو 20 نانو سكند وهي زيرو، بعدين كمان 20 نانو سكند وهي 1. فبالتالي الكلوك بيريود او الكلوك سايكل تايم تبعت الاكس قديش طولها؟ طولها 40 نانو سكند. اما الواي كل قديش الواي بتعيد هذا الشكل تبعها؟ الواي بتعيد هذا الشكل تبعها كل 20 نانو سكند. هلا بحكي لك ليش مهم نحدد ايش الكلوك سايكل تايم او الكلوك بيريود. خليني اعمل هون انت شو واروح على الكوارتس ونيجي هون على الاكس ونعمل رايت كليك ونقول له بدي اعمل الفاليو تبعتها تكون كلوك سيجنال. اوكي من زمن 0 لزمن 40 قديش التايم قديش البيريود؟ لاحظ الكلوك بيريود زي ما سبق شوي كان الكلوك بيريود تبعي 40، فهي راح احط هون 40. هاي الديوتي سايكل اتركها 50%، 50% يعني نصها صفر ونصها واحد، تمام؟ فهي باجي بعمل هون اوكي زي هيك، فهي زيرو وبعدين واحد. طيب الواي، لو جيت عملت على الواي رايت كليك وقلت له فاليو وبدي اياها تكون كلوك سيجنال للواي، بس الزمن تبعي بدل الكلوك بيريود تبعتي بدل 40 20 وعملت له اوكي، طلع كيف راح تكون الواي؟ هي 0101، وهذا الشيء اللي احنا بدنا اياه. فطريقة الكلوك كثير أسهل من ما أنك أنت تسويها. هلا بعض الطلاب كانوا يسألوني طب بلكي أنا بدي إياها حابة تبيش ب1 بعدين 0، يعني إحنا عادة بنبلش ب0 بعدين ب1، بس حتى لو حابب هيك صراحة بإمكانك مثلا أنت تختار كل هدول التو سيجنالز، هدول التنتين اللي هم الإكس والواي، وتعمل هنا إشي اسمه توجل. توجل يعني اعكس الفاليو. خليني أوريك إذا هي موجودة هون ولا انا بقدر اسويها، يمكن هيك ايو انفرت، شايفين انفرت عكس الفاليو، ال1 صار 0 وال0 صار 1، هي رد اعكس مره ثانيه انفرت، هي رجع زي هيك 0 1 وهكذا. فهيك انا تكمل عندي السيركت صارت كامله، يعني الويف فورم تبعي صار كامل. هلا لازم لاحظ الفايل عليه ستار، ورجيتك اكثر من طريقه كيف تعمل الويف فورم. سيف الفايل، خزنه عشان تكون انه متاكد انه مخزن. هلا بدي ابلش بعمليه السيميوليشن. في عنا two types of simulation، في عنا إشي اسمه functional وفي عنا إشي اسمه timing simulation. التنين two simulation عشان تقدر تسويهم، الخطوة تبعتهم بتبلش من عند كلمة assignment، بتروح من عند assignment بعدين بتختار settings. أوكي assignments وبعدين settings، هذا بخليك تحدد، وبعدين تروح عند simulation settings وبتختار هل بدك timing ولا هل بدك functional. خلينا نبلش بالfunctional وهلأ بحكي لك شو هو. بس المهم لما تعمل السيميوليتر سيتنج وتختار نوع السيميوليشن مود على انه فانكشنال، لازم برضو تنتبه انه يكون اسم الفيكتور ويف فورم فايل، اسم الويف فورم فايل اللي سويناه قبل شوي يكون موجود هون. اذا بالغلط هذا كان رايح لازم انت تضيفه، تكبس على كبسه البراوز وتختاره. هيو شايفين عليه رسمه الويف فورم، هيو اسمه فيكتور ويف فورم فايل،
اكس اور جيت لازم تشوفه هون وتعمل هلا اوكي تمام. لسه ما عملنا احنا السيميوليشن، احنا بس عملنا شيء اسمه سيميوليشن سيتنج، حددنا شو نوع السيميوليشن تبعنا وشو الانبوت للسيميوليشن. لما يكون السيميوليشن تبعك من نوع فانكشنال، في خطوه ضروريه برضه اوعك تنساها من البروسيسنج، في شيء اسمه جنريت فانكشنال سيميوليشن نت ليست، هاي لازم تسويها. باجي بكبس هيك لما يعطيني انه الفانكشنال سيميوليشن نت ليست اوكي، هلا بقدر اعمل رن للسيميوليشن. من وين بقدر اعمل رن للسيميوليشن؟ شايفين كبسة البلاي الزرقاء مش النهدية تبعت الكومبايليشن، الزرقاء هاي تبعت السيميوليشن. أو ممكن مرة تانية من البروسيسنج وفي شيء اسمه ستارت سيميوليشن، بس من هون أحسن. هاي ستارت سيميوليشن، هلا طبعا هو هاي هون عمل سيميوليشن واز سكسسفول، وطلع لك الويندو هاي اللي اسمها السيميوليشن ريبورت اللي هي فيها الاوتبوت. شايفين هلا صار في عندي الاف فاليوز، بس لاحظ انه الزمن موقف عند 30 مش مبينين كلهم. زي ما قلنا بنقدر نعمل رايت كليك هون وعندي الزوم بنقول له فيت ان ويندو، هلا هو حط لي الزمن كامل اللي انا كنت محدد قديش نهايته اللي هو ل 40، صار هيو زي هيك. وهي لم زي ما احنا توقعنا، استخدم هاي، استخدم هاي زي اللاين اللي لونه ازرق عشان تحدد هل هو صح. طلع هون عند اللاين الازرق عند هاي النقطه اكس صارت صفر وواي صارت واحد، فعشان هيك مختلفين اف تساوي 1. بعدين عند هاي النقطه اكس صارت واحد بس واي صارت صفر، فبرضه مختلفين، ضلت الاف واحد. طلع هون لما رجعوا صاروا اثنين واحد اكس وواي، شو صار بالاف؟ زيرو. وبرضه لما كانوا اثنين زيرو كانت الاف برضه زيرو. تمام، فهيك انا ضمنت انه السيركت تبعتي من خلال السيميوليشن بتشتغل بشكل صحيح. لو انت لاي سبب شباب حبيت تغير الوقت، حاب تزيد يعني تعمل رن لفتره اطول، مثلا طلع شو بيصير عندي انا هون اذا عملت عند الايديت. احنا قلنا ايديت، طبعا اول شيء خليني اسكر الويف، خلص بسكر الريبورت من جوا الفيكتور ويف فورم فايل. لو اجيت هون عملت ايديت ومثلا انت تايم خليته بدل 40 80، شو بيصير؟ مش راح يصير ولا شيء، بس راح يتكرر الديزاين اكثر من مره. طلع هلا لما عملت 80 وبعدين اعمل زوم fit in window، هلا صار الزمن 80. طلع شو صار بالاكس، الاكس صار فيها 2 سايكلز، مرتين الاكس تكررت 0 1 وكمان مره 0 1. والواي البيريود تبعتها كم من مره تكررت؟ تكررت 4 مرات، هي 1 2 3 4 تمام. هو لحاله، لانه انا اصلا كنت حاكي له انه الفاليو عباره عن كلوك سيجنال، فبامكانك تغير انت الاند تايم زي ما بدك. وبامكانك هلا طبعا بما انك غيرت الفايل تقدر تعمل سيف، تتاكد من السيميوليشن سيتنج من اساينمنت سيتنجز، وبتختار سيميوليشن سيتنج انت بدك فانكشنال، اسم الفايل موجود، اعمل جنريشن للفانكشنال سيميوليشن نت ليست من البروسيسنج، جنريت فانكشنال سيميوليشن نت ليست، وبس تخلص تيجي تعمل ستارت سيميوليشن وبيطلع لك في السيميوليشن ريبورت الاوتبوت اي سكسسفول اوكي. وخلينا نتاكد منه زوم فيت ان ويندو، وهي السيجنال اللي انا بتوقعها. ارجو ان تكون الامور صارت واضحه بالنسبه لكم كيف تعمل السيميوليشن. هذا بالنسبه للفانكشنال. اذا كنت حاب تعمل شيء بنسميه تايمينج سيميوليشن، كل اللي عليك تسويه انه لما تفوت على الاساينمنت وسيتنجز وتختار سيميوليتر سيتنج، اختار نوع السيميوليشن بدل فانكشنال تايمينج. بس انتبه زي ما قلنا مره ثانيه انه لازم يكون اسم الفيكتور ويف فورم فايل موجود. فهي هنا XOR gate vector waveform file، بعمل اوكي تمام. وهذا خلينا نسكره هلا هون. طبعا انا لما اغير السيتنجز ما راح اغير شيء هون على الويفورم فايل، عادي. التايمينج سيميوليشن ما له نت ليست، ما له جنريت نت ليست زي بالفانكشنال سيميوليشن، ما في زي هاي. خلص بس على طول بعمل رن وبعمل لي رن للسيميوليشن. هلا بدي اياك تحاول تلاحظ الفرق. خليني اعمل اول شيء زوم فيت ان ويندو، او بصراحه خليني اعمل زوم لعند بس ال 40. خليني اسوي شويه زوم، اوكي. هي الزمن تقريبا 40 هون، راح اوقف عند الزمن 40. طيب خلينا نتفرج هون شو صار عندنا. طلع خليني استخدم العصاية هاي اللاين هاد. لما اول شيء كانوا 2 0 0 وكان اف 0 كله تمام. لما واي صارت 1، يعني واي صارت 1 واكس 0، مفروض الاف تصير 1، بس هون هي ما صارت 1 على طول مباشره،
صارت واحد بعد هذا الزمن اللي هو قديش مقدار الزمن؟ تقريبا 5 نانو سكند او اكثر شوي، 5.5 نانو سكند. ليش طيب هيك؟ لانه التايمينج سيميوليشن بياخذ بعين الاعتبار الديلي تبعت الجيت، يعني بحط ارقام الديزاين تبعي اللي هو هون، هدول الجيتس بيكون في لهم زمن، فلما تتغير قيم اكس واي الفانكشن ما بتغير بنفس اللحظه، في ديلي معينه بعد ما تتغير الاكس والواي، بعد ما تمر هاي الديلي قيمه اف بتتغير. فالتايمينج سيميوليشن بيورجيك الاشياء اقرب للحقيقه من الفانكشنال. الفانكشنال ايش بيفترض؟ هاي النقطه تذكروها كويس، الفانكشنال بيفترض انه الديلي تبعت الجيتس والوايرز ايش مالها؟ زيرو، يعني بمجرد ما تغير الانبوت الاوتبوت بتغير مباشره، لانه الهدف من الفانكشنال بس يحكي لك انه هل السيركت عم تعطيك الرايت اوتبوت او لا، ما بهمه الزمن، ما بهمه الوقت. There is no notion of time في الفانكشنال سيميوليشن. اما بالتايمينج سيميوليشن التايم بيكون ماخوذ بعين الاعتبار، وعشان هيك بالسيميوليشن ريبورت تبع التايمينج سيميوليشن برضه هون اتفرج، طلع لما صاروا التنين اكس واي واحد واحد عند هاي النقطه، لما صارت اكس واي واحد واحد مفروض الاف تنزل لزيرو، بس اف ما نزلت لزيرو لحظيا بنفس اللحظه، لا في كان ديلي معينه وبس خلق، وبعد ما مرت هاي الديلي نزلت قيمه اف لصفر. فالفرق بين التايمينج والفانكشنال انه التايمينج بياخذ الديلي تبعت الجيتس بعين الاعتبار، وبتبين عندي انه في عندي ديلي للجيتس. تمام، فانا هذا الشيء اللي كنت بدي يعني اوريكم اياه بالنسبه للسيميوليشن، ورجيتك كيف تحط قيم اكس وواي الانبوت يا بالطريقه العاديه يا بطريقه استخدام الكلوك سيجنال على اساس انك تستفيد منها، وان شاء الله لقدام بنورجيكم اشياء زياده برضه، هذا مش كل شيء موجود في الكوارتس، ممكن انت تكتشف شغلات لحالك وممكن احنا نورجيك اشياء اضافيه في الكوارتس. تمام، طيب خلينا نرجع هلا على البي دي اف ونشوف شو اللي غطيناه. غطينا موضوع السيميوليشن، ورجينا كيف نعمل فيكتور ويف فورم فايل، وضفنا قيم اكس وعرفنا نستخدم النود فايندر عشان نضيف النودز اللي موجوده عندنا. هون الاسماء يمكن مختلفه شوي، بدل اكس واي اكس 1 واكس 2، بس هي موجود عندي هون. وشفنا كيف نغير القيم زي ما حكينا، غيرنا القيم وعملنا رن للسيميوليشن، وشفنا كيف الفرق بين الفانكشنال سيميوليشن وكيف انه لازم نعمل شيء اسمه جنريت فانكشنال سيميوليشن نت ليست، وهي هاي اللي هون هي جنريت فانكشنال سيميوليشن نت ليست من البروسيسنج. وحكينا انه التايم الفانكشنال سيميوليشن بيعتبر انه الوايرز هي زي ما هي مكتوبه هون لاحظين، thus causing no delay in propagation of signals. الفانكشنال سيميوليشن ما بيعتبر اي ديلي، اما بالتايمينج سيميوليشن بيكون في عندي ديلي وما بتتغير الاوتبوت لحظيا بمجرد ما الانبوت يتغير، لا بيكون في عندي ديلي معينه عبين ما تتغير هاي الاوتبوت. تمام، الخطوه الاخيره صراحه في هذا التوتوريال هي عمليه البن اساينمنت. شباب موضوع البن اساينمنت له علاقه بالاف بي جي اي، فانا بدي اشغل الاف بي جي اي واورجيكم شو الشيء اللي بدنا، شو اللي احنا عاده الشيء اللي بنسويه في اللاب على اساس انكم انتم يعني ان شاء الله تستفيدوا منه. تمام، فانا بدي اورجيكم شو كيف ايش عاده البن اساينمنت وكيف بيصير، بس بدي اخذ فقط دقيقه من الوقت على اساس اعمل السيت اب، اشغل الاف بي جي اي واورجيكم اياها، وبعدين نعمل البن اساينمنت والرن. فانتظروا معي فقط دقيقة لو سمحتوا.
بس عم بتأكد، عم بحاول أجيب صورة الـ FPGA بورد لإلكم عن طريق التليفون. تمام يا شباب، إن شاء الله هلأ بدي معلش، بس بدي يعني دقيقة تأخذونا. تمام، راح أحاول أوقف شوية الشير وأعمل أورجيكم صورة الـ FPGA. خليني أوقف الشير. طيب هلا انا وقفت الشير، خليني برضو اتاكد من شغله الديفايس سيتنجز هون. تمام، واعمل تير اون للكاميرا. مفروض انكم يبين عندكم هلا الاف بي جي اي. هلا انا الاف بي جي اي موصلها، وهي لما تكون هيك عم بتطلع الارقام المختلفة وعم بضوي، هذا دليل انه احنا لسه ما عملنا اي بروجرامينج على الـ FPGA.
النقطة اللي بدي أحكي لكم إياها إنه اليوم إحنا بس نحكي عن، شايفين هدول السويتشز اللي أنا هلا بقدر هيك أطلع وأنزل فيهم، هدول ممكن إحنا نستخدمهم كإنبوتس يعني للسيركت تبعتنا، اون اوف، والليدز اللي بضوا هون قاعدين هدول ممكن نستخدمهم كاوتبوت، زي ما مره حكيت لكم انه اذا الليد ضوى يعني بيكون اون، اذا الليد طفى بيكون زيرو وهكذا. فاحنا عشان نقدر نسوي هذا الاشي لازم مثلا انا السيركت اللي بدي انزلها على الاف بي جي اي اللي هي الاكس اور جيت تبعتي لها تو انبوتس اللي هم الاكس والواي، وان اوتبوت اللي هو الاف. فلازم انا اختار من هدول السويتشز كلياتهم بدي اختار تنين، واحد منهم لاكس واحد منهم لواي، وبدي اختار من الليدز واحد من هدول الليدز ليكون للاوتبوت اللي هو اف، وبعدين بصير بعمل التستنج. فهلا عشان هذا الاشي يزبط معنا المانيوال او يعني المانيوال تبع هذه الاف بي جي اي او الايفالويشن بورد بيعطيك لكل واحد من هدول السويتش ايش رقم البن تبعته، ايش هي رقم البن اللي هو بيستخدمها. فانت هاي مش مطلوب طبعا تحفظها، احنا هاي بنكون معطينك اياها. فخليني مثلا هلا انا اعمل شير للديسكتوب تبعي ونورجيكم شوي على الاف بي جي اي هون. اذا بتلاحظ مثلا مثلا سويتش رقم 11، طبعا كل سويتش له رقم موجود على الاف بي جي اي، سويتش رقم 11 مثلا البن تبعته اسمها W5، سويتش رقم 10 او مثلا هذا 10 سويتش 10، سويتش 11 هو V10. اوكي، فانا راح استخدم هذا W5 اللي هو سويتش 10 و V10 اللي هو سويتش 11، هذول راح استخدمهم انا للانبوتس اللي هم الاكس والواي. والاوتبوت راح استخدم الليد اللي بضوي ريد قاعد واللي رقمه برضه 10، ليد 10 اللي هو اسم البن تبعته AC13. كيف بعمل هاي الشغلة؟ هاي الشغلة اسمها pin assignment، أني أنا أحدد إيش اسم البن تبعتي، هذا إشي اسمه pin assignment. تمام، فخلينا نشوف هون من خلال بعد ما إحنا خلصنا simulation وتأكدنا أنه كل إشي تمام، من assignment بختار إشي اسمه assignment editor. هاي اخترنا assignment editor. تمام، في الاساينمنت اديتور اول شيء بدك اياه، اول شيء تتاكد منه انه الكاتيجوري هون مش اول، لازم تكون اسهل شيء تكون بن، بس عشان بس تختار الانبوت والاوتبوت. اذا حطيتها بن بتصير تيجي تقدر تكبس هون على نيو، طلع لو كبس على نيو بحكي لي اي بن انت بدك، اكس ولا واي ولا اف. انا بدي اكس اول شيء، اكس قلنا بدنا نعملها اذا متذكرين، اكس بدنا نخليها سويتش 11. سويتش 11 ايش كان رقمه على الهون؟ هي هون سويتش 11 اللي هو V10. طلع شو باجي بعمل هون عند اللوكيشن، باجي على الكيبورد هي V كابيتال V10، شايفين هي لوكيشن V10 وبختار. بعدين الواي، هي قلت له بدي الواي، هلا هي الواي هون اخترت الواي وقلت له بدي الواي كانت W5، بس بكبس W5 هو بضيف عليها كلمة بن، هي اخترت W5 يعني اللي هو السويتش رقم 10. هلا الاوتبوت اللي هو اف، هاي بختار اف هلا من هون، وقلنا ايش كان اف الليد اسمه، الليد العاشر اسمه AC13، هي حطيت هون AC13 واخترته. لما يكون مطلع لك هون حرف الاي اي او انبوت انبوت اوتبوت، معناته انت كل شيء عامله صح، ولما يطلع لك هو لحاله اللوكيشن معناته انت عامل كل شيء صح لغايه الان. هلا لازم تخزن، هذا الايديت الاساينمنت، ودائما بعد الاساينمنت اديتور لازم تعيد عمليه الكومبايليشن من اول جديد، بس الكومبايليشن لحاله ما بتعيد السيميوليشن، فقط الكومبايليشن. فبس خلصت من الاساينمنت اديتور بعمل عمليه الكومبايليشن عشان هو ياخذ بعين الاعتبار الارقام اللي انا هلا حطيت له اياها، وبعدين احنا نيجي هلا ننزلها على الاف بي جي اي. بس خلينا نستنى عبين ما يخلص هون. أنا بعتذر صراحة أني طولت عليكم شوي، التجربة الأولى يعني بتاخد وقت كتير، وإحنا بنشرح عن التول وهيك، وبرضو شوية وقت معاي عشان السيت اب، عشان أورجيكم الـ FPGA كيف راح تشتغل. إن شاء الله راح نخلص قريبا. هي هون خلصنا بعد ما عملنا سيميوليشن. هلأ الخطوة الأخيرة اللي هي مذكورة هون على هذا اللي هو أنه إشي اسمه
بروجرامينج، انه بدي انزل الديزاين تبعي على الاف بي جي اي، تمام؟ هاي الخطوه الاخيره هي مذكوره هون. هلا انا بورجيك الخطوه تبعتها هون، من وين بعمل البروجرامينج؟ من تولز، بختار بروجرامر، بفتح لي هاي الويندو. طلع هاي الويندو ايش؟ هذا الفايل اللي راح ينزل على الاف بي جي اي اللي هو الاكسور جيت دوت اس او اف، هذا الفايل اللي راح ينزل. لاحظ اسم رقم الديفايس اللي هو رقم الاف بي جي اي، والتك اللي موجود على البروجرام او كونفيجر. ولازم لما تكون في اللاب ان شاء الله وقت الميد تيرم او وقت البروجكت تتاكد انه المود محطوط جي تاج، وتتاكد انه هون محطوط يو اس بي بلاستر. اذا كان في مشكله في اليو اس بي بلاستر تقدر تكبس على الهاردوير سيت اب وتختار اليو اس بي بلاستر من هون وتعمل كلوز عشان تبين، بس هي اوريدي موجوده. فانا هلا شو اللي بدي اسوي؟ بدي اسوي عمليه الرن، بدي اشغل. هلا لما اعمل الستارت وانزل الديزاين على الاف بي جي اي، بدي اورجيكم شو بدي يصير. بدي اعمل، خليني بدي اعمل ستوب للشير. انا هلا هي ستوب للشير. هلا انتم هيك صرتوا شايفين، رجعتوا عم بتشوفوا الاف بي جي اي، تمام؟ طلع شو بيصير، طلع شو بيصير لما اكبس على كبسه الستارت. هاي كبست انا هلا الستارت. انتم هلا مفروض شايفين انه الاف بي جي اي بطلت ترمش، نزل، لانه خلص نزل هو الامبلمنتيشن على هلا صارت الاف بي جي اي مبرمجه، مبرمجه انها تشتغل تعمل لي الاكس اور جيت. طيب هدول السويتشز طبعا الموجودين هون، كل سويتش تحتيه في رقم، بس انتم يمكن صعب تشوفوه، بس من هون لاحظ في تحت كل سويتش في رقم. انا بدي استخدم التو سويتشز اللي اخترناهم احنا، اللي هم اذا ببلش اعد هون، هذا اول سويتش هو سويتش 0، اول واحد هي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اذا هذا هم 10 و11 اللي هون، هي هذول 10 و11. هلا عشان هم الاثنين 0 0 الاوتبوت طالع 0، عشان هيك فيش ولا ليد ضاوي. طلع شو بيصير لما واحد من السويتشز يصير 1. شايفين الليد هذا اللي هون ضوى اللي هو رقم 10، هذا لانه واحد من الانبوت صار 1 والثاني صار 0. طلع لما ارجعه بطفي الليد، لما ارفع اللي جنبه الانبوت الثاني برضه هيو صار 1، لما ارجعه بطفي. المهم يكون واحد منهم 1 والثاني 0 عشانها اكس اور جيت. طب اذا برفع هيو اول، رفعت الاول ورفعت الثاني رجع طفى كمان، لانه شايفين هي رجعت هلا مثلا هون هي 1. طبعا اذا بتغير اي شيء من هدول السويتشز، هدول ما لهمش تاثير، اي شيء ثاني ما لهش تاثير، لاني انا اصلا مش عامل له اساينمنت. مين اللي احنا عاملين لهم اساينمنت؟ بس سويتش 10 وسويتش 11، والليد الوحيد اللي انا عامل له اساينمنت هو ليد 10 اللي موجود فوقيهم، واللي هيو عم بضوي، سوري، اللي هو عم بضوي زي از اكسبكتد، تمام؟ هيك انت بتكون ضمنت انه يور ديزاين از وركينج فاين. طبعا اذا طفيت الاف بي جي اي في كبسه حمراء هون، اذا بطفي الاف بي جي اي وبرجع بشغلها بترد الاف بي جي اي، بتكون زي كانها مش مبرمجه، بدك ترد تبرمجها مره ثانيه وتنزل عليها السيركت من اول وجديد، تمام؟ فهذا الاشي اللي انا حبيت اورجيكم اياه بالنسبه للاف بي جي اي. فخليني اطفي هلا الكاميرا وارجع نشتغل اورجيكم، نرجع لموضوع الشير، شير للديسكتوب تبعنا هون. اوكي، تمام. فهي التجربه الاولى. هلا انتم انا شرحت لكم كل شيء عن التجربه، احنا معطينكم مع هاي التجربه لاب شيت. خليني افتح اللاب شيت تبع التجربه تبعتي هون. اوكي، هاي اكسبيرمنت 1، احنا هاي معطينك اياها اللاب شيت، الشيء اللي انت راح تسويه بالتجربه بكره، او يعني لشعبه الاثنين او لشعبه الثلاثاء او شعبه الخميس. انك انت بعد ما تكون حضرت المحاضره وتدربت على الكوارتس، او يعني صرت فاهم كيف الكوارتس بيجي، بدك تسوي تو اكسرسايزز، تمرينين بنفس الطريقة اللي احنا سويناها. لاحظ انه التمرينين محطوط عليهم ان لاب، يعني ما عليك بري لاب هذا الاسبوع. الان لاب بدك تعمل هذا الفانكشن، بدك تبني السيركت تبعته. طبعا اول شيء بدك تعمل بروجكت تسميه زي ما انت بتحب، وجوه هذا البروجكت تبني هاي السيركت باي عدد بدك اياه من الجيت، مش ضروري، ممكن تعمله اذا بزبط معك تعمله بجيت واحدة انت حر، بدك تعمله بتو جيتس انت حر، زي ما بدك. اذا محتاج 3 جيتس لاي سبب من الاسباب، يو كان دو وات ايفر يو وانت. المهم تعمل لي هذا الفانكشن، بعدين تعمل كومبايل تتاكد انه ما في عندك اخطاء، بعدين نعمل سيميوليشن. اي نوع من السيميوليشن؟ فانكشنال سيميوليشن. طبعا انت ايش لازم تكون؟ لازم تجرب كل الاحتمالات، لازم تعرف قديش عدد الاحتمالات اللي لازم تجربها، وتجربها وتتاكد انه الاوتبوت بيطلع صح.
إذا هذا بكرة طلع معك صح، بكرة خلال اللاب أو خلال الساعتين اللي حكينا عنهم ممكن تعمل شير للسكرين تبعتك مع المهندسة وتورجيها السيركت وتورجيها الويف فورم تبع الفانكشنال سيميوليشن انه الاوتبوت طلع صح عشان تصلح لك على هذا الجزء. اذا ما زبط معك اقرا احنا حطينا راح نحط لكم اللي هو الاساينمنت ايش الاشياء اللي لازم تسلمها اذا ما لحقت تخلص خلال الساعتين تبعون اللاب. الجزء الثاني البارت الثاني من الانلاب هو انك تعمل بروجكت جديد وتسوي سيركت جديده اللي هي هاي السيركت اللي هو الفانكشن اوف اي بي سي اللي هو الايكويشن تبعته زي هيك. بدنا نسوي نفس الخطوات، بدنا نعمل نيو بروجكت، نبني السكيماتيك، نعمل كومبايل للبروجكت، بس بدل ما نسوي فانكشنال نعمل تايمينج سيميوليشن. اللي بيحضر الفيديو اللي انا حكيته وصراحه بيعرف الخطوات مش وبيمشي بالخطوات صح، مش مفروض حتى التو سيركس اللي معطينك اياهم كثير بسيطات يعني بخلصوا بشكل سريع، بس تعمل تايمينج سيميوليشن وتتاكد انه الاوتبوت صح عشان نخليك تتمرن على موضوع البين اساينمنت. بدنا اياك تعمل بين اساينمنتس للانبوت الاي والبي والسي والاوتبوت اللي هو الاف حسب اللي هون. لاحظ احنا لما نطلب منك البين اساينمنت بنعطيك رقم السويتش، رقم السويتش اللي موجود على البورد اللي هو سويتش 3 وسويتش 2 ورقمه اللي انت لازم تدخله لما لما تشتغل على الاساينمنت اديتور. يعني انت ايش اللي بتحطه بالاساينمنت اديتور؟ بتحط اي وبتحط بن اي سي 27. طب شو الفائده من سويتش 3؟ ليش انا حكيت لك سويتش 3؟ عشان لو انك كنت في اللاب كنت بتعرف انه بن اي سي 27 هي سويتش 3 وبتصير تغير عشان تغير قيمه اي لازم تغير السويتش اللي رقمه 3. نفس الشيء مثلا عشان تشوف قيمه الاوتبوت اللي هو اف، اف هو اي ليد هو ليد 0 اللي هو شو رقم البن تبعته هو هذا. فبناء على هاي البن اساينمنت انا طالب منك تعبي هاي التيبل وتسلمها برضه للمهندسة. فعشان هيك معطينك وورد فايل تقدر تسلم الوورد فايل او تقدر تعبيها على ورقة وتورجيها للمهندسة خلال اللاب زي ما راح نورجيك ونحكي معك خلال اللاب ان شاء الله خلال هذا الاسبوع. فبتمنى لكم كل التوفيق، بعتذر على التأخير وشكرا لكم وبنشوفكم خلال اللاب ان شاء الله. السلام عليكم جميعا.